بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، كمان في ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا، وده اللي هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجتين لثلاث درجات مئوية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنيني عن حالة الطقس النهاردة. طبعا اليوم هنبدأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين عن القيم اللي احنا كنا بنسجلها خلال الأيام الماضية، لأن متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون 35 درجة مئوية فترة النهار. مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، فبتتحمل بكميات من بخار المية، فبتبدأ نسب رطوبة بتزيد، واللي هي عامل مهم جدا بيخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى دايما من القيم اللي احنا بنقولها في نشرات بحوالي من درجتين لثلاث درجات. عشان كده احنا اليوم هنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وايضا شمال الصعيد، اجواء شديده الحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، اجواء مائله للحراره على السواحل الشماليه، محافظات المطله على البحر المتوسط داخل فترات النهار، خاصه مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس. فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض، بتنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن الأجواء في الأوقات دي بتكون معتدلة تماما، ووجود نشاط نسبي للرياح فترات المساء وساعات الليل في أغلب محافظات الجمهورية بيساعد بشكل كبير على تنقيص الأجواء فترات الليل. هل الرياح دي محملة برمال وأتربة؟ لا، الرياح دي قادمة من على البحر المتوسط غير محملة بأي أتربة ورمال مصارة، فقط زي ما قلنا هتساعدنا على تلطيف الأجواء فترات المساء وساعات الليل، وإن شاء الله ده كمان المتوقع على مدار الأيام المقبلة، مفيش أي أتربة ورمال مصارة. خلينا نطمن، لأن احنا عارفين إن احنا مع منتصف هذا الأسبوع القادم إن شاء الله هيكون في بعض الأجازات، وكل سنة حضراتكم طيبين. هو ده السؤال اللي كنت عاوز أسأله لحضرتك، أخبار أيام العيد إيه؟ الطقس هيكون عامل إزاي؟ معتدل، درجة الحرارة هتكون كويسة شوية فالناس تخرج براحتها، ولا هيكون في ارتفاع في درجة الحرارة أو الرطوبة أو غيره؟ هو طبعا يعني احنا اعتبارا كمان من بكره ان شاء الله ومن اليوم لحد نهايه الاسبوع القادم ان شاء الله هيكون معانا ارتفاعات في طقس في درجات الحراره هتكون حول المعدلات، يعني هيكون زي النهارده ما بين 34 ل 35 درجه مئويه فتره النهار، بالاضافه كمان نسب الرطوبه طبعا هتبدا ترتفع وتبدا تزيد، وهيكون في ارتفاع في نسب الرطوبه فترات النهار ايضا. خلينا كمان ناكد ان هيستمر معانا نشاط رياح، لكن هيختلف من منطقه لمنطقه او من محافظه لمحافظه، لكن مكمل معانا، يعني هي اجواء مستقره بشكل عام، لكن في تكون طبعا لشبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه على الاقل في 48 ساعه القادمه، لكن ناكد كمان ان هي شبوره مائيه خفيفه ما بتاثرش على حركه المرور وسرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، لكن مهم جدا ان احنا ناخد بالنا فترات الظهيره، لان احنا فتره الظهيره بنسجل اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فبقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ما يزودش اكتر احساسنا بارتفاع درجات الحراره، ولو انا موجود في الشارع واضطريت للخروج في وقت الظهيره لازم يكون معايا غطاء للرأس الشمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، وطبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا، وطبعا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 35 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 35-23، اسكندرية 29-21، العالمين الجديدة 29-21، مطروح 28-21، دمياط 30-22، بورسعيد 29-22، الإسماعيلية 38-22، والسويس العظمى فيها 37 والصغرى 21، العريش 30-21، كاترين 31-15، وطابة 36-23، حلايب 33-27، شلاتين 36-26، شرم الشيخ 38-27، والغردقة 35-25.
الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 23، بني سويف 35-23، الوادي الجديد 37-24، أسيوط 36-24، سوهاج 35-24، قنا 40-25، الأقصر 38-25، وأخيرا أسوان العظمى فيها 39 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنرجع لبسانت ومصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا.